جايز، كيفكن؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم بهذا الفيديو رح نلعب لعبة PKXD، واليوم بهذا الفيديو رح نجمع المقص الذهبي، وكمان رح نحاول نخلص مهمة تبع اليوم. زي ما كنت سويت فيديو شرحت لكم عن المهمات وقلت لكم انه كل يوم لازم نجمع 20 وحدة عشان نخلص هاي المهمة بأسرع وقت، لانه موجودة 140 منهم، واحنا لازم نجمع بس 120، فلازم يعني رح يكفينا الوقت لمدة اسبوع، ولازم اني جماعة نخلصهم بأسرع وقت، وهيك يعني كل يوم لازم نجمع. فاليوم رح نحاول نجمع 20. طبعا انا لحد الان مجمعة 14. اليوم رح نكمل ورح افرجيكم كمان الاماكن اللي بتكون فيه. كمان ان شاء الله كل يوم رح اصور لكم هيك وانا عم جمع. كمان يعني لازم انكم تتابعوا الفيديو الاخر عشان رح احكي لكم كثير اشياء. اوكي بس يا جماعة طبعا كمان رح طبعا مهمة تانية اللي هي لازم نحط لايك لكل اللي بالسيرفر، يعني لازم نحط لايك لمئة بوست. فيب يا جماعة طبعا اليوم رح نبلش بهذا الاشي، انه رح نحط لايك لكتير ناس. اوكي بس يا جماعة طبعا قبل نبلش اشتركوا بالقناة، كمان حطوا لايك. هاي الصورة كتير جنن. اوكي وطبعا يا جماعة اشتركوا حطوا لايك، بس طبعا كمان احبكم كثير. هلا خلينا نبلش. اوكي خلينا نحط كتير لايكات، يعني هيك عم نكبس يعني مرتين على الصورة عشان نحط لايك، شفتوا؟ اوكي ثواني بحط كتير لايكات، طبعا لازم 100 بوست و 100 لايك، عرفتوا؟ ثواني اوكي هلا يا جماعة لازم انه وين البوستات الثانية؟ اوكي رح نروح على الفولوينج، لانه في اشخاص من الفولوينج ما حطينا لهم لايك، سو هيك رح نحط للكل لايك. اوكي لايك 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 للكل. اوه هي اسمها اسراء بلاي الحيوان الاليف، ماي جاد حط لك فولو، شكرا شكرا قلبي انت. اوكي هلا حطينا كتير لايكات. اوه وصلنا ستيكر اي لايك يور بيكتشر. اوه هلا يا جماعة احنا حطينا لايك لخمسين صورة، فلازم انه نكمل 100. اوكي لازم ضايل يعني 50. اوكي زي ما قلت لكم ضايل 50 صورة عشان نحط لها لايك، وعطونا هلا ستيكر انه حطينا لخمسين شخص لايك. طبعا ان شاء الله كمان بكرة نخلصهم. هاي واخدة معي صورة، يا نحط اللايك ليش لا، كمان هاي لايك. اوكي هلا لازم نحط يعني يا جماعة للكل لايك، ان شاء الله كمان ارجع بكرة ونحط لايك 50 ستيكر كمان لايك. اوكي ثواني اوكي بدي اجرب يا جماعة شغلة، ما بعرف اذا هي حقيقية، ما بعرف حتى وين شفتها، نسيت عن جد عن جد عن جد عن جد. اوكي كأنه لأنه في مهمات تانية فمخفية هون، فبدي أنا أجرب إذا هالإشي حقيقي ولا لا، حتى إني نسيت وين شفته عن جد زمان. ما بعرف عن جد. اوكي سوري سوري سوري. اوكي ليش هيك بتعلق يا موبايل؟ اوكي مو حقيقي. ما بدي حيوان أليف لا. اوكي هلا يا جماعة شو رح نساوي؟ رح نكمل اقصد رح نبلش عشان نجمع هدول المقصات. اول شي لازم ناخد معنا مشروب طاقي هيك بايدنا لانه اكيد رح نحتاجه. هلا رح نبلش يا جماعة اول شي بمدينة البيوت. اوكي فلازم نروح ونفتش على مقصات هون موجودة بهاي المدينة اللي فيها بيوت. هون نبلش بعدين هونيك نروحوا عشان انه نخلص، كمان نفتش على هيك مقصات تانية. اوكي اعتقد انه خلص ما في هون اكتر. اوكي اوكي هلا ليتس جو على المدينة اللي فيها العاب وكذا اشياء، سو يا ليتس جو. هلا خلينا ناخذ هذا المقص ليكو، هي هلا اخذنا 16. اوكي ضايل لنا ثاني، ضايل لنا كانه 40 صح؟ ما بعرف. المهم هلا يا جماعة لازم نفتش سريع سريع على مقصات تانية عشان ناخذها ونحصل على 20 تبع اليوم قبل لا يجي اليوم التاني. امزح امزح. اوكي هلا فروتس جير هاي هلا. انتو بترقصوا عن جد؟ لبسكم كتير حلو، يديمكم يديمكم.
اوكي يا جماعة، هلا رح نروح نفتش على اكتر. ولك يا جماعة، لك واحد موجود هون فوق الربط. So yeah, let's go. I'm gonna ناخده. خلص انسوا الموضوع. بس هيك على فكرة، قولوا لي ايش رأيكم باللوك؟ اخذت اللوك تبع جاني تبع ادمن تبع بي كي اكس دي. المهم اوكي، هلا ليتس جو. عن جد اللعبة كتير بتعلق، ومشروب الطاقة قرب يخلص، وانا ما بدي كمان اروح اشتري مرة تانية 20 كوين. 20 كوين ما هيك فلوس، هاي فلوس ما بدي اضيعها. لا لك خليني اوصل. اوه وصلنا. اوكي يا جماعة، لك وهذا موجود بدي هون اخذ معه صورة عن جد. اوكي هلا رح ناخذه. اوه شفتوا الطيارة اجت؟ هلا طيارة. هلا ضايلنا طبعا 3 من هدول المقصات. هلا رح نروح يا جماعة ورا، نشوف ورا اذا موجودة شغلة او لا. وخلي يا جماعة خلص اعتقد ما في. اوكي هلا يا جماعة خليه هون نجي وراح نشوف. خلينا نشتري كمان مشروبات طاقة تانية لانه عن جد رح يخلصوا. ضايل معي تقريبا بس 14 مشروب طاقة، صار رح نشتري هيك اكتر. Store in the backpack. اوكي خلينا ناخذ باك باكات ثانيه. اقصد باور ابات. اقصد باور ابس. ياه مجموع يعني باورز اب ولا باور. اوه جايز شفتوا لازم ضروري. اوه موجود حتى هون، يعني انتم كمان روحوا فتشوا بنفس هاي الاماكن اكيد بتكون تلاقون، لانه هاي الاماكن هي الاماكن اللي بيكون دائما موجود فيها. So yep، يعني بكرة روحوا شوفوا نفس الأماكن وتفقدوا إذا كانت موجودة أو لا. هلأ خلينا نرجع لمدينة البيوت عشان نرجع نشوف إذا موجودة كمان شغلات تانية، أو أمين يعني إذا موجودة كمان أكثر، لأنه ضايل بس 3. اوه جايز هاي لقيت واحد هون موجود بالمدينة. انا كمان الحدث تبعي خبرني انه موجودة هون اشياء، موجود اشياء هون بهاي مدينة البيوت. اوكي رح نروح ناخذ هيك اكتر. اوكي خلي ناخذ وين 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 وين. لازم نفتش اكتر. او ماي جاد، على فكرة ما بيكون مثلا داخل البيوت، داخل اماكن ما بيكون موجود، بيكون موجود بس برا، عرفتوا هيك برا. او لا او اي ثينك ذات خلص ما في. خلينا نروح على المدينة تبعنا ونشوف اذا موجودة اشياء ورا. اخ جايز او ماي جاد، خلينا نشوف. اوكي هون ما موجود هون كمان ما موجود، تفقدنا قبل شوي. شو بتقولي؟ اوه بسم الله. اوه جايز فينا نشتريه. اوه ماي جاد يس. اوه هلا صار فيني انا اسوي دي جي. اه شكرا عن جد شكرا، هذا هو اللي كان بيسوي دي جي، شكرا عن جد. anyways رح نفتش عليه هون ارجع. اوكي جايز طبعا هلا كملت 20 على 20 لانه هون لقيت واحد موجود. طبعا نسيت ما اصور لكم وانا عم باخذه عن جد كسري، لانه لقيته دغري جيت اخذته. المهم طبعا كانه هون رح يطلعوا لنا انه اخذنا، طبعا انه كملنا 20 على 20 طبعا اليوم. اهم اوكي خلي بس افرجيكم انه خلص كملت اليوم طبعا 20 على 20 تبع اليوم. سو طبعا انا من اول يوم اللي نزل فيه التحديث ما انتبهت انه في اشي اسمه تجميع، فما جمعت ابدا. يعني تخيلوا ما جمعت. طبعا احس الفيديو كتير طويل عليكم. اوكي طبعا اليوم جمعنا حطينا لخمسين صورة لايك، كمان جمعنا 20 تبع هذول، فهذول هن الاماكن اللي شفتوا معاي بهذا الفيديو كلياتهم. كمان شرح اسوي لكم فيديو عم بشتري كل المكياج تبع هاي اللعبه وهيك.
طبعا التحديث الجديد، اوكي هذا، اوكي هذا شوفوا. المهم طبعا بس احبكم كثير، وروحوا على الانستغرام تبعي كمان، الرابط تحت بصندوق الوصف. كمان بدي افتح حساب تيك توك، قولوا لي ايش رايكم يكون هيك بوجهي. انا عندي واحد اوريدي عم بسوي فيه جيمنج، بس بدي افتح واحد بوجهي، بس ما عم بتشجع، شجعوني عشان افتحه. المهم بحبكم كثير وباي.